أطلقت الشركة المنتجة للفيلم الهندي جاب هاري ميدسيجال التريلر الثالث والأخير قبل إطلاق الفيلم المنتظر في شهر أغسطس. الفيلم من بطولة شاروخان وأنوشكا شارما وسياني جوبتا ومن إخراج امتياز علي. الفيلم بدور حول رحلة هاري وسيجال عبر أوروبا والتي يبحثان خلالها عن خاتم خطوب السيجال. يفهم هاري الحب والعلاقات بشكل أفضل في هذه الرحلة بينما تختبر سيجال الحرية الجديدة. कैरेक्टर मैम कैरेक्टर लड़कियों के मामले में कैरेक्टर सही नहीं है मेरा मींस मतलब मैं लड़कियों को गंदी नजर से देखता हूं मैम चीप मुझे डराने के लिए सब कह रही हो